بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى أعزائي التلاميذ مع درس من دروس المؤلفات، وخاصة الجزء الأول. إذا اليوم سنركز على الفصل الأول من مؤلف ظاهرة الشعر الحديث لأحمد المعدوي المجاطي. إذا بداية لابد من الوقوف على ما هي متطلبات الامتحان. كما تعلمون متطلبات الامتحان بالنسبة للمؤلفات لابد من مراعاة التصميم، من مقدمة وعرض وخاتمة. المقدمة، إذن المقدمة كما ترون الآن يجب أن تتضمن معلومات عن المؤلف، ما هو هذا الكتاب ظاهرة الشعر الحديث، ومن هو صاحبه، وعن صاحبه في حدود 5 أسطر. لاحظوا، في حدود 5 أسطر. ثم مقدمة خاصة بالمقولة أو المقولتين، لأن في الامتحان قد نصادف مقولة أو مقولتين موضوع الامتحان. إذن للأسف أن نجد مجموعة من التلاميذ في المقدمة يكتب صفحة، وهذا غير مقبول ولا قيمة له. ويمكن لكل تلميذ أن يبني مقدمة خاصة به، وليست المقدمات المأخوذة من جوجل أو غيرها، وتختلف عن زملائه. لكل تلميذ مقدمته الخاصة، وتتضمن معلومات يقينية أي صحيح وصحيحة، ونستنبطها مما يلي. من أين ستأتون بهذه المعلومات؟ أولا، من هو المعدوي؟ يعد أحمد المعدوي المجاطي، فقط نكتب سنة الولادة وسنة الوفاة، لا نقول تلقى تعليمه الابتدائي بالدار البيضاء وحصل على شهادة الإجازة. في المعلومات لا تهمنا، فقط ولد 1936، الوفاة 1995، وهو من أهم الدارسين للشعر العربي الحديث بصفة عامة، وما يسمى بشعر التفعيلة بصفة خاصة، إلى جانب نازك الملائكة وعز الدين إسماعيل. لاحظوا، هذه المقدمة هي غنية، ولكن أنتم كل تلميذ سيأخذ ما يراه مناسبا بالنسبة إليه. وعز الدين إسماعيل وإحسان عباس ومحمد النويه وغالي شكري ونجع علوش وكمال خير بك وريتا عوض وأدونيس ومحمد بنيس، هؤلاء مجموعة من النقاد الخاصين بشعر التفعيلة. وقد تميز أحمد المعدوي في دراسته الأدبية والنقدية، ولا سيما في كتابيه، لأنه له كتابان فقط، فهو كي يسمى بشاعر الندرة. له كتاب ظاهرة الشعر الحديث، وكتاب آخر سماه أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث. إذن تميز المجاطي بخبرة كبيرة في الطرح والتحليل، وجدية المقاربة التي تجمع بين التأريخ، كان يؤرخ، ينظر، يحلل، ويمارس النقد وتقويم الآراء المخالفة. ويلاحظ أن المعدوي كان ينطلق في قراءته من رؤية شاعر، كما تعلم أنه كان شاعرا في بداية، لما كان في الثانوية كان شاعرا قديما، يعني يكتب القصيدة العمودية التقليدية، ثم تحول إلى شاعر رومانسي، ثم توقف عن نظم الشعر إلى أن أصبح يعني ينظم الشعر شعر التفعيلة أو الشعر الحر، ثم ناقد في نفس الوقت. إذن فهو شاعر محنك إن شئتم، فهو ضليع في مجال شعر التفعيلة. ومن تصور أستاذ جامعي، لأنه كان يدرس أيضا في الجامعة، له ممارسة طويلة في مجال التدريس أو تدريس الآداب وفقه اللغة وعلومها واستيعاب علم العروض والقافية استيعابا جيدا، إن شئتم هو كاتب موسوعي. وكل هذا أهله ليكون من أهم الشعراء النقاد العرب الذين تناولوا شعر الحداثة أو شعر التفعيلة بالدرس والتمحيص، إلى جانب مجموعة من الشعراء النقاد مثلا أدونيس وبنيس وإلياس خوري وعبد الله راجع على سبيل التمثيل. هذه إن شئتم معلومات عن المجاطي. الآن هذه المعلومات عن الكتاب، ما هو هذا الكتاب؟ إذن يحتوي كتاب ظاهرة الشعر الحديث الذي صدر سنة 2002 في طبعته الأولى، و2007 الطبعة الثانية، عند دار المدارس بالدار البيضاء، حوالي 171 صفحة، من حجم متوسط بمقاس 20.5 سنتيمتر. نعم، هذه معلومات عن الكتيب، ويضم كذلك قسمين رئيسيين، إذن 4 فصول، والفصل الأول يتضمن قسمين. لاحظوا جيدا، 4 فصول، قسمين. القسم الأول، إذن القسم أصغر من الفصل، القسم الأول بعنوان نحو مضمون ذاتي، والقسم الثاني بعنوان نحو شكل جديد. لاحظوا، أما الفصول، إذا الفصل الأول أعطاه المجاطي عنوانين: التطور التدريجي في الشعر الحديث، نقطتان تكتب في الامتحان، نقطتان أو سلاتش أي عارضة مائلة، الشعر العربي بين التطور والتطور التدريجي. ولا بد من ضبط الصفحة. لاحظوا، هذه ملاحظة جيدة ومهمة في الامتحان، تلاحظون الصفحة لضبط مكان المقولة، لأنه أحيانا قد يلتبس عليكم الأمر.
إذا كانت في الصفحات أو الجزء الأول نقول بداية، وردت المقولة في بداية القسم الأول مثلا، القسم الأول وهو نحو مضمون ذاتي، القسم الأول معنون بنحو مضمون ذاتي من الفصل الأول وعنوانه التطور التدريبي في الشيء الحديث. إذا كانت في نهاية القسم أو الفصل نقول وردت المقولة كذا كذا، إذا كانت هناك مقولة وبينما المقولة الثانية وردت في كذا كذا من بداية أو نهاية الفصل. الفصل الثاني هو تجربة الغربة والضياع، اليوم نحن سنقتصر فقط على الفصل الأول تجربة الغربة والضياع من صفحة 55 إلى 105. نفس الشيء بالنسبة للص والكلاب، أيضا فيها مجموعة من الصفحات المضبوطة. الفصل الثالث تجربة الحياة والموت من صفحة 107 إلى 195. الفصل الرابع الشكل الجديد من 196 إلى 292. لماذا هذا؟ لأنه في الامتحان يطلب منكم ربط المقولة بالمؤلف. ربط المقولة بالمؤلف يعني أين توجد. ويلاحظ أن الكتابة تلخيص، أحيانا يلخص أحيانا يمدد، أي تمطيط لما قدمه أحمد المعداوي في رسالة الجامعية المعنونة بحركة شعر الحديث بين النكبة والنكسة ما بين 1947 1967، وما كتبه في أطروحته الجامعية عن أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، ولا سيما الفصل الثالث. إذا هنا ما واضحش مزيان، لا بأس، الفصل الثالث منه والذي سماه بالرسالة الشعرية، وهذا يعني أن الكتاب ما هو إلا توفيق و نعم ما هو إلا توفيق بين أطروحتيه السابقتين. إذن نمر الآن إلى الفصل الأول. الفصل الأول ويتضمن قسمين، القسم الأول هو نحو مضمون ذاتي، لاحظوا جيدا. إذن هذا القسم الأول اللي قلنا من صفحة 5 إلى 35، والقسم الثاني من 35 إلى 53. إذن يتضمن الشعر العربي الحديث. إذن تحدث النجاطي في هذا القسم وقال أن التطور في الشعر العربي الحديث يخضع إلى أمرين مهمين وهما الحرية والمثقفة. لماذا الشعر العربي لم يسبق له أن قام يعني تجديد سابق؟ لغياب الحرية والاحتكاك والمجاطي. قال هناك مجموعة من الأسباب ولكن اقتصر فقط على الحرية والاحتكاك. هناك المجال السياسي، المجال الاجتماعي، يعني مجموعة من العوامل، ولكن فقط اقتصر على الحرية والاحتكاك بالثقافة الأجنبية. ولم يتحقق هذا التطور في الشعر القديم إلا جزئيا. كان هناك من التطور ولكن تطور جزئي في العصر العباسي مع مجموعة من الشعراء الذين رفعوا لواء الحداثة الشعرية والتحول. وهؤلاء هم أبو نواس، كما تعلمون أن أبا نواس شاعر جاهر بالفاحشة أو بالشعر الماجن أو الشعر الفاحش، وهذا سابقة في الشعر العربي. أبو تمام كما تعلمون أنه شاعر الصنعة بامتياز، فلما سئل يوما لما تقول ما لا يفهم فأجابهم ولما لا تفهم ما أقول. والمتنبي كما تعلمون أنه ادعى النبوة، وكان أول شاعر كان يمدح وهو جالس على غير عادة شعراء القدامى. أبو العلاء المعري كما تعلمون أنه شعر فلسفي، وبالتالي هنا نوع من جديد الذي لم يسبق للشعراء العرب أن قاموا بهذا النوع من جديد، ولكنه ظل تجديدا محتشما. كما تحقق هذا التطور فنيا في شعر الموشحات الأندلسية على مستوى الإيقاع العروضي كما تعلمون، منه الخرجة والقفل والمجموعة من المسميات التي أتى بها شعر الموشحات. وعلى الرغم من ذلك فقد بقي هذا التجديد ضئيلا بسبب هيمنة معايير القصيدة العمودية التي كان يدافع عنها نقاد اللغة. إذا كانت هناك مواجهة قوية جدا من علماء اللغة. وفي هذا الصدد يقول أحمد المجاطي غير أنه لا بد من القول بأن الشاعر العربي لم يكن يتمتع بالحرية، لاحظوا الحرية، بالقدر المناسب، ذلك أن النقد العربي قد ولد بين يدي علماء اللغة، لاحظهم الذين يعني وقفوا حجر عثرة أمام تطور الشعر، وأن هؤلاء كانوا أميل إلى تقديس الشعر الجاهلي، وأن المحاولات الجديدة التي اطلع بها الشعراء في العصر العباسي التي رأينا سابقا، هذه الأربعة هنا أبو نواس، أبو تمام، المتنبي، أبو العلاء المرعي، قلنا لم تسلم من التأثر بتشدد النقد المحافظ، لا بل إن هذا النقد هو الذي حدد موضوع المعركة واختار ميدانها منذ نادى بالتقيد بنهج القصيدة العمودية التقليدية كما تعلمون، تنبني على البحور الجزل الفخمة أو مراعاة البحور الشعرية الخليلية، ثم وحدة الوزن أي البحر والقافية والراوي والمجرى والوصل، كل هذه العناصر لا بد أن يخضع لها الشاعر. ثم هناك المقدمات، أنواع المقدمات، مقدمة غزلية، مقدمة خمرية، وصفية، غزلية، إلى غير ذلك من المقدمات. وبعدم الخروج عن عمود الشعر
فأصبح التجديد بذلك محصورا في التمرد على هذين الشرطين، أي الحرية والمثقفة، وفي ذلك تضييق لمجال التطور والتجديد في الشعر العربي. ومن هنا يتبين لنا أن الشعر العربي القديم لم يحقق تطورا ملحوظا بسبب انعدام الحرية الإبداعية وقلة الاحتكاك بالآداب الأجنبية، مما جعل الثبات أو المحافظة على الأصول هو المهيمن على الشعر العربي القديم ونقده بالقياس مع مع أعتقد خاصة مع التجديد والتحول والتطور. النقطة الثانية التي أشار إليها النجاطي وهي التيار الإحيائي. التيار الإحيائي فهو يقوم في شعرنا العربي الحديث على محاكاة الأقدمين، هذا معروف، وبعث الأشياء التي تعرفونها، يعني أشار إليها النجاطي، وبعث تراث الشعر القديم وإحياء الشعر العباسي والأندلسي، عصور النقاء تسمى بعصور النقاء أو العصور الصفاء، لتجاوز ركود عصر الانحطاط الذي دام حوالي 6 قرون ومخلفات كساد شعره عن طريق العودة إلى الماضي الشعري الزاهر لنفض الغبار عنه من أجل الخروج من الأزمة الشعرية التي عاشها شعراء عصر النهضة. ومن أهم الشعراء الذين تزعموا هذا التيار كما تعلمون محمود سامي البارودي الملقب برب السيف والقلم، الذي عاش على أنقاض الماضي والتوسل بالبيان الشعري القديم، وفيه قال أدونيس أن البارودي شاعر تأخر به الزمان، يعني أنه حديث ولكنه بعقلية قديمة، مما جعل هذه الحركة الشعرية حركة قليدية محافظة بسبب مجاراتها لطرائق التعبير عند الشعراء القدامى. ومن ثم فقد كانت العودة إلى التراث الشعري أهم مرتكز يقوم عليه هذا التيار، وبذلك فقد أهمل التعبير عن الذات، وبالتالي هنا إشارة إلى الرومانسية أو خطاب سؤال الذات ورصد الواقع، وبالتالي هنا إشارة إلى شعر الحر أو شعر التفعيلة، ولم يحقق تطور حسب الكاتب بسبب انعدام الحرية الإبداعية وانعدام التأثر الحقيقي بالثقافة الأجنبية. التيار الثالث وهو التيار الذاتي الذي يسمى بالرومانسية. هنا سنرى مع 3 مدارس، جامعة الديوان أو مدرسة الديوان بثلاثية العقاد وشكري المازيني، ثم الرابطة القلمية، ثم أبولو. لابد هنا من الإشارة إلى أن المنهج المتبع في كل هذه النصوص هو منهج استنباطي، أي من العام إلى الخاص مزيان، ثم الطريقة التي أو الأسلوب الذي استعمله أسلوب الحجاج، كل هذا مطلوب في الامتحان، ثم المناهج المتبعة أو في مقاربة هذه المعلومات، هناك المنهج التاريخي، هناك المنهج الاجتماعي، هناك المنهج البنيوي، لكل فصل من هذه الفصول له مناهجه الخاصة. إذن جامعة الديوان لم يظهر هذا التيار الذاتي الوجداني إلا ما جامعة الديوان مع عباس محمود العقاد وعبد الرحمن الشكري وعبد القادر إبراهيم عبد القادر المازيني، ونضيف إبراهيم عبد القادر المازيني، وجامعة أبولو مع أحمد زكي أبي شادي وأحمد رامي وأبو القاسم الشابي ومحمود حسن إسماعيل وعبد المعطي الهمشاري والصيرافي وعلي محمود طه وعلي الشرنوبي ومحمود أبو الوفاء وعبد العزيز عتيق وغيرهم. والرابطة القلمية، هنا قدمت أبولو على الرابطة القلمية، ولكن الأصل هو الرابطة قبل أبولو. الرابطة القلمية مع إيليا، لقلنا مع تكون مجرورة مع إيليا أبي ماضي أو إيليا أبو ماضي وميخائيل نعيم وجبران خليل جبران وإيليا نعم في أواخر العقد من القرن العشرين لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية. وإذا بدأنا سنبدأ الآن بمدرسة الديوان، فهؤلاء الشعراء عادوا إلى ما هو الشعر، ما يعني تحديد مفهوم الشعر، فهم يربطون الشعر بالذات، إذن رأوا أن الشعر الذي لا يعبر عن الذات ليس بشعر، والوجدان، مع اختلافات طفيفة بين هؤلاء الشعراء. مثلا العقاد يرى أن الفكر أشمل من العاطفة والشعور، إذن فهو مزج، إذن أولا مزج ما بين الشعور والفكر الذهني، الشعور بمعنى الشعر والفكر. وإذا كان العقاد يرشح كفة ما هو فكري وعقلي، بمعنى أنه يغلب الفكر على العاطفة، على ما هو وجداني شعوري، واعتبر أنه فيلسوف قبل أن يكون شاعرا على شعوري، كما يتجلى ذلك في قصيدته الشعرية الحبيب الثالث. إذا لاحظوا أن النجاطي يأتينا باستشهادات التي غلب فيها المنطق العقلي على ما هو وجداني داخلي، وهذا ما جعل صلاح عبد الصبور يعتبر العقاد مفكرا قبل أن يكون شاعرا. الشاعر الثاني هو عبد الرحمن شكري. إذن لاحظوا أن العقاد غلب الفكر على الوجدان. هنا بالنسبة لعبد الرحمن شكري لا، فقد تأمل في أعماق، يعني يرى أن الشيء هو التأمل في أعماق الذات الكثيرة مع ما يخالطها من حزن وأسى.
فرأى أن الشعر وتأمل في أعماق ذات التأمل يتجاوز في غاية حدود استجابة للواقع، مستهدفا الوقوف بالشعر أمام نفسه شديد التأمل في ذاته في أبعادها المختلفة سواء كانت شعورية أو لا شعورية، ويسمى بالشعر الاستبطان واستكناء أغوار الذات. الشاعر الثالث وهو إبراهيم عبد القادر المازيني، فيرى أن الشعر هو يغلب العاطفة على الشعر، فيرى أو كما يرى النجاطي أنه أشبه ما يكون بالبركان. قلنا عبد القادر المازيني قال بأن الشعر هو ما تفيض به النفس من شعور وعواطف وإحساسات، وخاصة الإحساس بالألم. إذن لاحظوا أنه يغلب الألم. هنا نجد طائفتين من الشعراء، هناك من يرى الشقاء المطلق وهناك من يرى السعادة المطلقة، وكما تعلمون أن السبب في ذلك هو تأثر هؤلاء الشعراء بمجموعة من الفلاسفة، خاصة الفلاسفة الوجوديين كجان بول سارتر وفلاسفة السعادة كأبيقورس وغيرهم من الفلاسفة. ولعل في هذا الاطمئنان إلى الألم ما يفسر تحول مازني من الشعر إلى النثر. إذن في الأخير توجه وأصبح كاتبا. ومن معاناة الألم والضيق باليأس إلى اعتناق مذهب السخرية من الناس ومن الحياة والموت جميعا، ويتسم الشعر الذاتي عند جمع الديوان ككل بالتميز والتفرد والتغني بشعر الشخصية. ويعود الاهتمام بالذاتية عند شعراء هذه المدرسة لسببين: أولا إعادة الاعتبار للذات المصرية، ثانيا انتشار الفكر الحر بين المثقفين والمبدعين المصريين. وعلى الرغم من ذلك فهذا التيار حسب أحمد المعداوي النجاطي فهو تيار شعري سلبي. وهنا لاحظوا جيدا، هذا حكم أعطاه المجاطي ويؤاخذ عليه لأنه لا يستند على أسس علمية، وبالتالي هذا يدخل في إطار المنهج يعني الذي لا يخضع لقواعد علمية، يسمى بمنهج انطباعي، منهج انطباعي غير علمي ليس إلا، لأنه بقي أسير الذات ولم يتجاوز إلى تغيير الواقع. والحق أن إيمان شعراء هذه الجماعة بقيمة العنصر الذاتي قد استمد أصوله من أمرين اثنين: أحدهما أن شخصية الفرد المصري كانت تعاني من انهيار تام على مختلف مستويات الاقتصادية الاجتماعية السياسية إلى غيره، وأن طبيعة الفترة التاريخية كانت تتطلب منه أن يعيد الاعتبار إلى ذاته. والآخر هو تشبع بالفكر الحر عن طريق الاحتكاك بالغرب الذي بسط ظله على العقل العربي في تلك الفترة من تاريخ الأمة العربية. نعم نتابع. ولقد أتاح لهم ذلك التتبع أن يعبروا عن أنفسهم بوصف قيم إنسانية لها وزنها، إذن إعادة الاعتبار للذات الشاعرة، وأن يكفوا عن محاولة توكيد الذات بمحاكاة النماذج السابقة أي المستقاة من العصور القديمة. ولكنه لم يتح لهم أن يذهبوا برسالتهم الشعرية إلى أبعد من ذلك، فيرتفع إلى مستوى الشعار الذي طرحته المرحلة وهدفت من ورائه إلى وعي الذات لنفسها ولظروفها وإلى التأهب لخوض معركة. رغم ذلك أنهم لم ينفتحوا على الواقع، بغية تغيير تلك الظروف التي منعت المجتمع العربي من التحول وبناء الغد الأفضل. وهذا هو السر في أن أثر الوجدان في شعر هذه الجماعة كان أثرا سلبيا، لا نقول سلبيا وإنما سلبيا. يؤثر أي يفضل هدوء الحزن وظلمة التشاؤم على ابتسامة الأمل واستشراف النصر، فحفر بذلك أول قناة مظلمة في طريق الاتجاه الرومانسي، وبالتالي ستسقط الرومانسية الذي أعقب هذا التيار وورث معظم خصائص التجديدية. وبعد أن قوم أحمد معداوي أعطانا تقويم في الأخير الشعر الإحيائي والشعر جمع الديوان تقويما سلبيا، نعم يسبب انتقاده بسبب انتقاده للذاكرة التراثية والذاتية المثالية الباكية، انتقل إلى تقويم أدب المهجر الشمالي دون الجنوبي. إذا ما نعني المهجر الشمالي هنا يعني الرابطة القلمية وأبولو، المهجر الجنوبي كان نعني به الرابطة الأندلسية ولكنه لم يتحدث عنها، دون الجنوبي الذي كان يحف شعراءه حول العصبة الأندلسية. المدرسة الثانية وهي تيار الرابطة القلمية، الآن هذه المدرسة وسعت مفهوم الوجدان، لم يعد يقتصر فقط على ذات الشاعر، توسع مفهوم الوجدان عند شعراء الرابطة القلمية، مثلا زعماء هذه المدرسة من جبران، ميخائيل نعيمان، إلى أبو ماضي. الآن الوجدان سيشمل الحياة والكون في إطار وحدة الوجود الصوفية، فاختلط الوجدان إذن حب الحياة حب الكون، فأصبح الشعراء يحبون مثلا ميخائيل نعيمان يعني يتغزل بدودة إلى دودة. إذن في إطار وحدة الوجود الصوفي اختلط الوجدان بالذات والهجرة والغربة والوحدة. ولئن كان جبران قد آثر أي فضل حياة الفطرة على تعقد الحضارة، فإن نعيمة انقطع إلى التأمل في نفسه إيمانا بأنه ملكوت الله، فهو يرى أن الكون يوجد داخله، ملكوت الله في داخل الإنسان. أما أبو ماضي فقد استعصم بالخيال، وما يسمى بالخيال الجامح أي أنه كان يعني يحلم بأشياء غير واقعية، والقناعة والرضا بالله والفرار من الحضارة المعقدة إلى القفر
أو الغاب ويسمى بالهروبية. الطوباوي المثالي كما فعل من قبله جبران ونعيمة، أو عاد إلى نفسه ليتسامى جوانيا أي عاطفيا وروحانيا. ومن المعروف أن شعر رابط القلمية قد عايش المد القومي، ثم تأثر تأثرا كبيرا بالآداب الأجنبية، إلا أنه ظل حبيس الذات والمضامين السلبية كاليأس والأمل والخنوع والقناعة والاستسلام، بيد أن هذه المضامين بعيدة عن حقيقة الواقع العربي الذي يعاني من الاستعمار. الوعي القومي الذي يستلزم الأفعال الإيجابية والتغيير الثوري والممارسة العملية وترجمة المشاعر إلى الواقع الفعلي، وهذا ما سيشير إليه المجرطي في الفصول الموالية. آخر جماعة وهي جماعة أبولو. هذه الجماعة أو التيار تأسست في مصر 1932 مع الدكتور أحمد زكي أبو شادي والهمشاري و نعم أحمد زكي أبو شادي والهمشاري وأبو القاسم الشابي، وتستند في مفهومية للشعر أو في الشعر إلى التغني بالذات، لاحظوا، بالوجدان، والتطرق إلى المواضيع الاجتماعية والقومية دون نسيان الذات الشاعرة ولوعيهم المتقدة وصراعهم التراجيدي مع الحياة. إذن هنا يغلب عليها أيضا الطابع الحزين من شدة اليأس والآلام والحزن، وتمتاز معاني شعراء أبولو حسب المعدوي بالسلبية بسبب تعاطي شعراء الجماعة مع مواضيع الطبيعة والهروب من الحياة الواقعية إلى الذات المنكمشة والفرار من المدينة حيالة أو إلى الغاب أو الريف، وترنح الشعر بكؤوس الحرمان والخيبة واليأس والمرارة. وكما تعلمون أن مجموعة من هؤلاء الشعراء مثلا كخليل حاوي فقد انتحر، اعتبروا أن قمة السعادة هي التلدد بالمعاناة، يعني ماسوشين، يعني هذا المذهب الماسوشي أو سيدي، أنه عندما يتعذب، عندما يصاب بمرض، عندما يصاب بشيء معين من المأساة، فإن تلك قمة السعادة. إذن والمعاناة من الاغتراب الذاتي والمكاني كما في قصيدة 25 عاما لعلي الشرنوبي، غير أن القضاء لم يستجب لهم جميعا فينهي آلامهم بتجربة الموت كتوفوا صغار أو انتحاروا. فقد مات الشابي والشرنوبي والهمشري وهم صغار، وبقي غيرهم من شعراء هذه الجماعة يعزفون على أوتار نفسها حتى بليت ورتت ولم تعد تضيف جديدا، ذلك أنهم قد رفضوا أن يفتحوا أنفسهم للحياة المتجددة وآثروا أي فضلوا على ذلك حبس مواهبهم في دائرة التجربة الذاتية الضيقة. ثم خلف من بعدهم خلف اقتفى أثارهم ونسج على منوالهم، فتشابهت التجارب وكثر الاجترار يعيد نفس المواضيع ديال الألم والحزن، وقلت فرص الجدة والطرافة، حتى صح فيهم قول الناقد محمد نويهي قد أغرقوا في شعرهم العاطفي حتى أصيب بالكظة وزالت جدته وفقد بالتكرار معظم حلاوتي وتحولت رقته إلى ميوعة وإرهاف حساسيتي إلى ضعف ومرض. وانتهت جماعة أبولو بالانفصال وتمزق الجماعة وهجرت بعضهم الحياة العامة كأحمد زكي أبو شادي الذي سبقه إلى ذلك، ناجي إلى ما وراء الغمام، يعني بدأ يتأملون في ما وراء الطبيعة أو ما يسمى بالميتافيزيقا، وسبقوا علي محمود طه إلى ما وراء البحار مع الملاح، هذا نموذج الملاح التائي، وسبقوا أيضا محمود أبو الوفا إلى معاناة أنفاس محترقة، إذن هذه كلها دواوين. وامتدت عملية التخلي والانفصال بعد ذلك عند الصيرفي في ديوان الألحان الضائعة، حتى هذه الأشياء مطلوبة في الامتحان، لا بد أن تأتون بنماذج، حتى وصلت إلى آخر دواوين محمود حسن إسماعيل وديوانه أين المفر. وتعددت الاتجاهات التي تختلف في تفاصيلها ولكنها تلتقي عند انفصال الشاعر المصري عن المجتمع، بيد أن أحمد المعدوي المجاطي يتناسى القصائد الواقعية والقومية الوطنية التي دبج، إذن لم يشير المجاطي إلى هذه من المؤاخذات على المجاطي التي دبجها شعراء أبولو في استنهاضهم من الشعب، كما فعل أبو القاسم الشابي في قصيدة الرائعة إرادة الحياة، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذن للأسف هذه الأشياء لم يشير إليها المجاطي وهي من المؤاخذات التي يؤاخذ عليها، التي ما زال الشعب التونسي يتغنى بها الى يومنا هذا، وقناه كما تعلمون انها اتخذت القصيده نشيدا وطنيا لتونس. لكن احمد المعدوي المجاطي يجيبنا بجواب غير مقنع وغير موضوعي، يريد من خلال ان يمهد للشعر الحداثه الذي كان في رايه شعرا ايجابيا مرتبطا بالحياه والواقع. فنحن لا ننكر ان هذه الجماعه شانه في ذلك شان جماعه الديوان والتيار الواقعيه والرابطه القائمه قد خلفت شعرا يتناول القضايا القوميه ولكن ايضا قضايا اجتماعيه بالاضافه الى التعبير عن الذات المنكسرة. ولكن نرى أن ما يمكن أن يعتد به من شعر هو الشعر الوجداني والذي نركز عليه
بقوة. أما الشعر الواقعي الاجتماعي والشعر الواقعي القومي الذي يأخذ الشاعر فيه نفسه بنوع من الفهم العلمي والموضوع للدور الاجتماعي والسياسية، فقد قام على أنقاض هذا التيار الذاتي والذي سيأتي فيما بعد، الذي أغرق في الانطواء على هموم الذات الفردية إغراقا تحول في نهاية الأمر إلى ما يشبه المرض، لأن أصبحوا بمثابة مرضى. نعم، لقد انحصر تيار العودة إلى الذات بعد أن استنفذ إمكاناته الموضوعية وتدفق مكانه تيار آخر لم ينكر أهمية الذات إنكارا تاما. إذن كما تعلمون أن الشعر الحر لم ينكر الذات، ولكن الذات هي تعبر عن الذات العربية، بل أراد لهذه الذات أن تفتح نفسها على ما حولها وأن تقيم وجدان الجماعة مكان وجدان الفرد. إذن ذات الجماعة وليس ذات الشخص أو الفرد أو الشاعر، ذلك أن المرحلة كانت تتطلب هذا النوع من التآزر بين الفرد والجماعة وتنفر كل النفور من أي دعوة إلى الانطواء والتفرد والعزلة. وهكذا استطاع المجاطي أن يتخلص من جماعة أبولو كما تخلص سابقا من جماعة الديوان والرابطة القلمية بطريقة غير موضوعية، هذه المؤاخذات، من أجل أن يعطي الصدارة والمشروعية للشعر الجديد، أي الشعر الحديث، الشعر الحر، باعتباره شعر الثورة والتغيير والممارسة الفعلية. بالنسبة للقسم الثاني، هذا هو القسم الأول نحو مضمون ذاتي. نعم، القسم الثاني يعني بسيط ويتحدث عن بعض مظاهر جديد ولكنها ضئيلة جدا. إذا كانت القصيدة الإحيائية تعتمد على امتلاء الذاكرة وتقليد النموذج التقليدي القديم، فإن التيار الوجداني قد استخدم لغات أكثر سهولة، لاحظوا أكثر سهولة ويسر، من لغات القصيدة الإحيائية التي كانت تميل إلى رسالة، إذا القديمة كانت رسالة اللفظ، جزء الأسلوب، بداوة المعجم، بل تستعمل القصيدة الوجدانية الآن. ماذا تستعمل هذه القصيدة الوجدانية؟ لغة الشارع كما عند العقاد في الكثير من قصائد الشعر، ولا سيما قصائد أصداء الشارع الموجودة في ديوان عابر سبيل. انتبهوا إلى هذه المعلومات لأنها مهمة جدا في الامتحان، لا بد أن نذكر استشهادات. كما أن الصورة الشعرية البيانية صارت تعبير يوم في عالية، لحد الصورة، إذا نتكلم على اللغة والصورة فقط، الصورة أصبحت بيانية تعبيرية بعدما كانت زينية ملتصقة بتجربة شاعر رومانسي، بينما اقترنت الصورة الشعرية لدى الإحيائيين بالذاكرة التراثية، كلهم شبهوا المرأة بحيوانات الصحراء، كلهم شبهوا الملك بالسيف بالبحر بالقمر، إذن فلم يأتون بجديد. إذن هذه تسمى الصورة الذاكرة تراثية مستقلة عن تجربة القصد الذاتية، وغالبا ما تأتي للتزيين، في القديم كان فقط للتزيين والزخرفة ليس إلا. ولقد أراد الشاعر الوجداني أن يجعل الصورة وظيفة أساسية وأن تكون هذه الوظيفة نابعة من تجربتي، لاحظوا أن الصورة نابعة من تجربة ذاتية ومن رؤيتي للحياة عبر تلك التجربة، ولم يعد التدويج، لم يأتي بها فقط من أجل الزخرفة والتدويج هدفه الأساسي من استخدامها، لا بل إن هذه الوظيفة أصبحت ذات علاقة بوظائف العناصر الشعرية الأخرى من أفكار وعواطف وأحاسيس، ومن هذه العلاقة الأخيرة تنشأ خاصية أخرى من خصائص الشكل في القصيدة الوجدانية الحديثة، هي خاصية الوحدة العضوية. هذه صفة جديدة، أن القصيدة مترابطة من أول بيت إلى آخر بيت وليس هناك تعدد في المواضيع، وبالتالي في القديم كانت غياب الوحدة الموضوعية وكانت هناك وحدة البيت، هنا الأبيات هي متصلة فيما بينها. إذا الوحدة العضوية أي الترابط ما بين الأبيات، فكما أراد الشاعر الوجداني أن يربط بين الصورة وبين عواطف الشاعر وأحاسيسه، كما تعلمون أنه لما يكون حزينا يأتينا بقافية مقيدة، عندما يكون سعيدا يأتينا بقافية مطلقة من نوع المتكاوس أو من نوع الأنواع الأولى. إذن فلاحظوا أن القافية لها علاقة وطيدة بذات الشاعر، تتغير بتغير نفسيته. قلنا أراد كذلك أن يربط هذه العواطف والأحاسيس والأفكار ببعضها ربطا من شأنه أن ينشئ روحا عاما يشيع في أجزاء القصيدة المختلفة ويظهرها بمظاهر الكائن الحي، بمعنى أن القصيدة حية والقافية حية والراوي حي، كل شيء له دلالات، لكل عضو من أعضاء الجسد دور هام ومتميز يحدد مكانه من الجسد. فلا يمكن للشاعر أن يكون مثلا سعيدا ويأتينا بقافية مقيدة، هذا في الشعر القديم. ومن القصائد الوجدانية التي تتمثل فيها خاصية الوحدة العضوية قصيدة، لاحظوا هذه الاستشهادات، حكمة الجهل لعباس محمود العقاد، التي يحافظ فيها الشاعر على الرابط العضوي المنطقي، لذا من الصعب أن يخل الدارس بتسلسل الأبيات تقديما وتأخيرا. القصيدة القديمة يمكن أن نقدم بيت على آخر لأنه كانت لدينا ما يسمى بوحدة البيت، وتبقى هذه الوحدة العضوية موجودة مرتبطة بالوجدان مما اختلفت القوافي كما في قصيدة الخير والشر لميخائيل نعيمة، أو تعدد الأوزان العروضية كما في قصيدة المجنون لإلياب ماضي. هذا وقد مال الوجدان إلى تحقيق بعض الملامح الجديدية، لاحظوا ملامح جديدية مثلا كتنويع القوافي والأوزان، أوزان يعني الوزن والبحر، وتشغيل الوحدة العضوية في بناء القصيدة. إذن هناك الوحدة العضوية
وهي شيء جديد، واستعمال القصائد والمقطوعات نظام المقاطع الشعرية المتفرقة، وتليين اللغة، لغة سهلة بسيطة وترهيفها، وإزالة قداستها البيانية خاصة ما يسمى بالتقديم والتأخير عند الشعراء القدامى، وتوظيف القافية المرسلة يعني والمزدوجة، القافية المرسلة يعني يعني نفس القافية والمزدوجة، يعني قافية مثلا مقيدة مطلقة، مقيدة مطلقة أو متكاوسة متراكبة إلى غيرها من القوافل التي سنراها في حصة مقبلة بحول الله، والمتراوحة واللجوء إلى الشعر المرسل. لكن هذا التجديد سيواجهه النقاد المحافظون بالمنع والتقويض كمصطفى صادق الرافعي وطه حسين والعقاد في إحدى مراحل النقد، وإبراهيم أنيس صاحب كتاب موسيقى الشعر. وهكذا خلاصة، فقد كانت نهاية التيارات الذاتية محزنة على صعيدي المضمون والشكل، يعني لم تحقق شيئا. أما المضمون فلأنه انحدر كما لاحظنا في القسم الأول من الكتاب إلى البكاء والأنين والتفجع والشكوى، وهي معاني ممعنة في الضعف، تفصح بوضوع عما وراء من مرض وتهافت وخلان. أما الشكل فلأنه فشل في، يعني لم يأتي بشكل معين مضبوط فيما سنحه الوصول إلى صورة تعبيرية ذات مقومات خاصة ومميزات مكتملة ناضجة، وكان فشله تحت ضربات النقد المحافظ. إذن هناك مواجهة قوية جدا من الشعراء المحافظين أو الكتاب المحافظين والنقاد، الذي استمد قوتهم مما كان الوجود العربي التقليدي يتمتع به من تماسك ومنع قبل كارثة فلسطين. فلما تحقق النصر للكيان الصهيوني المصطنع وعجز الوجود العربي التقليدي بكل ما أوتي من قوة عن رد الخطر الذي يتهدد الأمة، سقط ذلك الوجود وسقط معه المحافظون، وكان سقوطه على كافة المستويات السياسية الاجتماعية الثقافية. وأتيح بذلك للشاعر والناقد المفكر أن يمارسوا قدرا من الحرية لم تكن ممارسة متاحة لهم من قبل في عالم العربي. مزيان. وهكذا يحكم أحمد معدوي المجاطي على التيار الذاتي بأنه لم يأتي بجديد يذكر على مستوى المضمون والشكل معا، على الرغم من بعض المحاولات الجديدة، لأنه بقي أسير النغمات الحزينة والمحاولات الجديدة المحتشمة التي كانت تهاب أصحاب النقد العربي المحافظ. والحصة المقبلة إن شاء الله سنتناول الغربة والضياع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.